الفرعون المصري على مدار الكام ساعة اللي فاتوا عمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. دايما الناس بتتناقل أخبار محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الإنجليزي والنجم الكبير. المرة دي الأخبار بتاعت محمد صلاح مختلفة شوية، وكلها بتتناول مسألة العرض الكبير. هل هيكون محمد صلاح فيما بعد بيلعب في نادي سعودي؟ هل هيكون موجود في نادي اتحاد جدة؟ هل هيسيب الريدز أو هيسيب ليفربول؟ هو لسه مجدد العقد بتاعه يمكن من كام شهر. تساؤلات كتير، والناس كلها قعدت يعني تفكر مصير ومستقبل محمد صلاح هيكون ايه، خصوصا انه عنده مجموعة من التحديات الموسم ده مع ليفربول. فكرة هيبقى هداف الدوري الانجليزي ولا لا، عدد الـ 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 الأهداف اللي هو هيعملها، عنده أكتر من تحدي متعلق بأدائه مع ليفربول. طيب، وزاد الكلام أو كتر الكلام من الفترة اللي فاتت عن عرض كبير قوي وضخم جدا من نادي الاتحاد وتفاصيل العرض، وهل صلاح بيفكر، هل صلاح رفض. تعالوا نسأل في كل هذه الكواليس مع الناقد الرياضي علي البحيري. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدي القناة. إيه بقى الأخبار فيما يتعلق بمحمد صلاح؟ هل رفض عرض الاتحاد ولا هيكمل ولا بيفكر يروح؟ يعني الأخبار كلها متضاربة، وهل دي عروض حقيقية فعلا ولا أرقام بس على السوشيال ميديا؟ كلها أرقام على السوشيال ميديا. يمكن الصحافة السعودية اتكلمت والصحافة الإنجليزية اتكلمت إن في عروض أو في كلام مع محمد صلاح للانتقال للدوري السعودي، وعروض مالية مجرية كبيرة جدا بعد ما ضموا أكثر من نجم عالمي أبرزهم طبعا كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبنزيما وكانتي، أكثر من لعيب طبعا عالمي يعني راح الدوري السعودي. لكن وكيل محمد صلاح رامي عباس حسمها على تويتر بتغريدة بسيطة جدا، قال إن محمد صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول وهو ملتزم مع النادي ولا نية لرحيله، وأكدها تاني برضو ردا على أحد الأخبار اللي انتشرت برضو في صفحة جماهيرية ليفربول، قال إن محدش قعد معانا ولا حد اتكلم معانا ولا في أي تفاوضات. فمحمد صلاح مكمل عقده حتى 30/6/2025 مع ليفربول. محمد صلاح بيبدأ تحدي جديد مع ليفربول في الموسم السادس، يمكن هو انتقل لنادي ليفربول الإنجليزي من روما الإيطالي في 2017، وحقق في 5 سنين أو 6 سنين مع الموسم السادس ليه حقق يعني 7 ألقاب وحقق أكتر من رقم قياسي، وأصبح من أساطير الدوري الإنجليزي والكرة الإنجليزية ومن أساطير نادي ليفربول. يعني دخل في يعني في مكانة ما بقى كانش يحلم بيها أي لاعب مصري أو عربي. طب هسألك سؤال سريع جدا يا أستاذ علي، سؤال تحليلي مش سؤال صحفي، يعني مش تجميع وقائع. النهاردة لاعب بحجم محمد صلاح، أنهي ليوزن عنده في الكفة أكتر، أنه يفضل مع نادي عريق وكبير زي ليفربول وعنده معاه تحديات كبيرة أو إنجازات كبيرة لسه هو منتظر ويرغب في تحقيقها، ولا العنصر المادي المغري؟ اعتقد ان محمد صلاح حصل على اغلى راتب في نادي ليفربول في تاريخه في العقد الجديد اللي اتجدد من قريب، فاعتقد ان محمد صلاح لو بيبحث عن الماده فهو حقق الماده في ليفربول. طبعا اغراءات السعوديه كبيره جدا لنجوم العالم ومنهم محمد صلاح، لكن محمد صلاح عقليته مختلفه شويه. انا شايف ان محمد صلاح عايز يكمل مع ليفربول عقده لحد 2025، عايز يحقق كميه انجازات وكميه ارقام قياسيه ويفضل من اساطير النادي، وكمان يوصل لتوب ليفل ان هو يبقى الهداف التاريخي للنادي في كل البطولات، وان هو يكسر كمان ارقام في الدوري الانجليزي ما حدش سبقه قبل كده لاعب افريقي او عربي او حتى كمان انجليزي. فاعتقد محمد صلاح لسه عنده يعني هواه الارقام القياسيه عنده لسه، وعنده حاجات كتير لسه يقدمها مع ليفربول. شكرا شكرا ليك استاذ علي البحيري ناقد الرياضي.